هو المحشي ده قرديحي ولا ايه؟ ولا انتوا مش ناويين تطلعوا حته لحمه من اللي ما دقناهاش غير اول يوم العيد دي؟ اللحمه دي يا حبيبي للعيال مش ليك. طب ما انا بسال عشان العيال. الله، ما انا عارف ابو بطني. يا لهوي، انتوا لسه ما خلصتوش المحشي والست داليا لسه ما خلصتش زواق. هي زينا ده قدامها ساعه كوافير. مستر يونس قال محدش ياخد البونص بتاعت الشهر الجديد غير لما يكمل التارجت بتاعه بتاع الشهر ده. وطي البتاع ده يا صافي، وطيه. بقول لك ايه، هو يوم واحد اللي انا واخده اجازه؟ ها، لا انا معاك. بقول لك ايه يا ناجي، انت كده بتعك. استنى لما اجي وانا هحل المشاكل دي كلها. يلا سلام. جاهزه يا طنط؟ من بدري يا اختي. طب يلا بينا عشان ما نتاخرش. مش ضيق شويه اللي انت لابساه ده؟ لا انا اللي تخنت. تخنتي؟ بتوسعي هدومك. لا تخنتي يبقى خس. طب يا اختي مش تقولي صباح الخير الاول للناس اللي قاعدين؟ صباح الخير للي قاعدين. صباح الزفت على الناس. انا مش هرد عليكي بس عشان كبرتك واقفه. والكبيره بتقولك لما نرجع تبقى توسعي هدومك. يلا يا صفو. يلا يا كور. استني يا طنط، عنك الشنطه. لا الشنطه دي اللي فيها انا هشيلها لحد هاني بنفسي. تعالى يا سعيد، جبت الايصال؟ لا، ما رضوش ياخدوا الورق. ما رضوش ياخدوا الورق ازاي؟ ده تجديد بطاقه وانا متاكده ان الورق كامل. قالوا لي لازم حضرتك تروح السجل بنفسك عشان في مشكله كده. مشكله ايه؟ حضرتك عليك حكم غياب بسنه سجن. أنا عليا حق؟ ده اللي قالهولي، ما ينفعش تخلص أي إجراءات رسمية غير ما تشوف حل القصة دي. طب روح يا سعيد روح. أيوة يا باشمهندس وائل، أنا الدكتورة حنان ممدوح. أيوة بتاعت حنان سنتر. الحمد لله. بقول لك إيه، هو أنتوا رفعتوا عليا قضية؟ تعتقد؟ تعتقد إزاي؟ طب انتوا ما كلمتوليش ليه؟ اجراءات؟ طب ما احنا اخر مره متفقين على مواعيد للسداد، وانا عشان ما التزمتش يتعمل فيا كده؟ هتسجن؟ طب ما انتوا لما تسجنوني هتاخدوا ايه؟ لو ايه هنا؟ زاويه راس المنشور هتبقى ان ايه؟ تمام، نقلي المعادله دي. يلا يبقى احنا لما بنتكلم هنا على انكسار الضوء يبقى احنا بنقول انه معامل الانحراف. ابصيري قوم قوم. ايه هو معامل الانحراف؟ ايه معامل الانحراف غير الموبايل اللي في ايدك؟ ايه هو معامل الانحراف؟ طلع الموبايل هنا، حط الموبايل على التخته. انصراف. ايوه يا استاذ زكي، انا مش قايل لك ان انا متفق انا والاستاذ حسام عشان يجي هو السنتر النهارده؟ ما احنا بدلنا مع بعض يا سيدي. ايوه ايوه. خد يلا، ما تعملش كده تاني. يلا يلا اجري. اجي فين بس؟ اجي فين يا عم زكي؟ اسمعني بس، انا لسه في المدرسه اصلا يا سيدي، ما انا محتاج اروح البيت بس اريح لي ساعه ولا حاجه. قولي له ما فيش فلوس لما هاني نخرج. هو ايه البعيد ده، ما عندوش دم ولا ايه؟ لا والله يا ابني ما حد عنده دم دلوقتي ابدا. خليه يخبط راسه في الحيط. وبعدين هو اصلا يجي لك انت يكلمك في حاجه زي كده ليه؟ ما يروح لاي شحط من شحوطه جواز اخواتي، ولا دول مش رجاله؟ رجاله ايه بلا قرف؟ انت بس اللي راجل يا حبيبي.
ربنا يعدي الكام شهر اللي فاضل لك على خير وترجع بقى تنور بيتك. ايه ده يا مالك ساكته ليه؟ انا مش جاي عشان اتكلم، انا جاي عشان اشوفك. وحشتيني يا بنت. انت كمان وحشتني قوي. قول يا حبيبي، الشركه اللي انتوا شغالين فيها فيها حد اسمه ناجي؟ ناجي؟ ناجي بتاع الحسابات، مش فاكره؟ اه ناجي، ماله؟ اصل ماما النهارده كانت بتتصنت على الباب بتاع اوضتي وسمعتني وانا بكلم ناجي في التليفون، كنت بكلمه في حاجات تخص الشغل، بس هي الظاهره عشان على طول شاكه فيا افتكرت اني عامله معاها علاقه بما انك في السجن بقالك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اتصنت عليكي دي؟ تحلفي على المصحف انك ما كنتيش بتتصنتي؟ هو انتوا لسه زي ما انتوا؟ ده انا قلت السجن اللي انا فيه ده هيخليكوا تهدوا على نفسكم شويه. ما انا قاعده ساكته قدامك اهو، هو انا اصلا فتحت بقي من ساعه ما قعدت؟ لا يا اختي، انا المفتريه، انا اللي مش عامله حساب لحد. استغفر الله العظيم يا رب. انا اللي برد الكلمه بكلمه، انا اللي بعيب في كل الناس وانا كل عيون من فوق لتحت، انا اللي مش صاينه غيبه راجلي والناس في الرايح والجايه، بيتفرجوا على رسمي وكاسمي وشعري وريحه برفاناتي اللي من اول الشارع. امشي امشي، ما تجوش هنا تاني خالص. انا اللي عمال اعد الايام عشان اخرج من المخروب ده. ده القعدة هنا أرحم من القعدة في وشكوا يا شيخة. لا أنا مش مصدقة. أنت بتجمعني أنا وهي في جملة واحدة إزاي؟ أه صحيح، أنت اتجننت. دي الهانم، إزاي تجمعها بالحوش اللي زينا؟ دي بتعرف تاكل معانا، دي بتخش أوضتها وتقفل عليها، وهي خارجة بتقفل الأوضة برضه لحسن نخش نوسخها. لا يا طنط، أنا بقفل باب أوضتي عليا أحسن ما أسمع شتمتي بوداني، بس اطمني، ما دام بتتضايقي قوي كده هبقى أسيب لك الباب مفتوح عشان تبقوا تشتموا براحتكم. إيه ده؟ رايح فين يا حبيبي؟ الأكل؟ مش عايز تقف، جت كل قرف. عاجبك كده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا آنسة، جاية اتفضلي. نوسة جاية تشتغل معانا النهاردة إن شاء الله. لا أشتغل إيه بس يا دكتور؟ أنا النهاردة جاية أتعلم وأتدرب بس. والنبي عسل، كتكوت أوي يا دكتور. كفي عليها نوسة، جاية توصية، أبوها يبقى صعب الحاج جمال. لا ما دام وصايا بقى يبقى إحنا ناكل لقمة مع بعض، أنت تدخلي تستنيني جوه لغاية ما أخلص الأنسة اللي معايا وناكل مع بعض. لا 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 استنى، تدخل ايه؟ خليها قاعده هنا تشوفك وانت بتشتغل. طيب تعالي يا جهاد، اقفي جنبي بقى وتعلم. بصي انا هنا بعمل ايه؟ الضياء خير احنا فيه؟ مصيبه، انا هتسجن. طيب يا استاذنا اشكرك طبعا جدا. اه بكره الصبح طبعا ان شاء الله. مع السلامه. شكلك ما يطمنش. قال لك ايه المحامي؟ قال لي ما حدش هيجي يخبط عليك ويقبض على المدام. تيجي بكره الصبح لازم تعملي توكيل عشان يطلب معارضه للحكم ويعمل الاستئناف. والاستئناف ده هيوصل لايه؟ طب ما انا لسه عليها شيكات. هنكسب وقت، هنكسب وقت، احنا شهرين ولا ثلاثه لحد ما نتصرف ونشوف هنعمل ايه. وانا هلم 300,000 جنيه في شهرين ولا ثلاثه ازاي؟ ده انا حتى بعت كل الأجهزة وقفلت السنتر النحس، حتى لو بعت ذهبي هيجيب 50,000 جنيه. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا فعلا كنت حاطة نسبة احتمال خسارة للمشروع بس مش كده. قلتلك كتير يا حنان. مش وقت يا بابا، مش وقت. هو إيه ده اللي مش وقت؟ لا وقت ونص. ما هي ما دخلت مشاريع خسرانة، مش فاهمة فيها حاجة ومش درساها كويس، وسكتنا وما اتكلمناش، والنتيجة كانت إيه؟ أهي غرزت في اللي هي فيه دلوقتي. نسكت برضو عشان تغرس تاني وتالت، ولا نتكلم عشان نفوقها وتعرف تشوف قدامها بدل ما بتضبش على طول كده؟ خلاص يا عم، خلاص، مش هفكر في مشاريع خسرانة غير لما أخلص من المصيبة اللي أنا فيها، كويس كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دي فاكراني شمتان فيها. أنا هسكت أحسن. راح فين بس يا بابا؟
هرجع اقعد في المحل بدل ما احنا الاثنين سايبينه كده، وانت اقعد معاها وشوفوا هتتصرفوا ازاي وهتجيبوا الفلوس دي منين. حاجه تقرف. بصي بقى. ها ليه وقفتيها ليه؟ زهقت طلع عيني. ما زهقتيش بذمتك؟ طقيت. هتحطي ايه؟ شغل بلاي ليست جديده. لا البلاي ليست بتاعت الان جراوند انت جوزك دي بليز. لا نعم مش فاهمك انت في الاندر جراوند. ما بحبوش. انا بحبه. مملين جدا. بليز عشان خاطري. طيب 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 هطلع البلاي ليست اللي هشغلها بكره في الكلاس. وريني. اسمعي بقى. بصي كل دول ما لعبناهمش ولا مره قبل كده. حسبي يا دول. مش عارفه ايدي موجعاني قوي. طب اعمل ايه انا دلوقتي يا ماما؟ الله احنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى يا بنتي. حرام عليكي. الناس طالعه من المطار فرحانه وبتزغرط، انت بس اللي متنكده. هو ينفع يا ماما تنسي جركن ميه زمزم في المطار؟ اعمل ايه؟ كنت عطشانه وعايزه اشرب ومفيش حواليا حد بيبيع ميه. بلاش اشرب. صح وهنا، بس تشربي وتقفلي الجركن وترجعيه تاني جوه الشنطه. خلاص بقى يا حاجه منير، عيب الكلام ده بقى. خلاص خلصنا شويه ميه وراحوا الحال سبيلهم. خلاص بقى اكسبي ثواب بدل ما انت عماله تغرفي ذنوب بتبكيتك في امك. يا لهوي، هو انا اقدر؟ حقك عليا الرضا والسماح والنبي، ده احنا لسه حاجين ومستغفرين ربنا. ايوه يا حاجه منير، لسه راجعين من الحج يعني. الحمد لله غسلنا كل الذنوب. صحيح يا خالد، الحج طلع حاجه تانيه خالص. صدق بالله. لا 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 الله. انا كنت خايفه اموت قبل ما اقضي فرض ربنا. شر عليك يا حاجه، ليه بتقولي كده بس؟ ربنا يديكي طول العمر ولعلمك بقى انا اسعالك في عمره رمضان الجاي من دلوقتي. هو انا هلحق احوش فلوس تكفي عمره رمضان يا خالد؟ داني هتقول احوش ونجيب سيره الفلوس يا حاجه، احنا عايشين من خيرك، عيب الكلام ده. لا الا الحج والعمره دول لازم يبقوا من فلوس البني ادم ذات نفسه. ادعي ربنا بس يبلغنا رمضان. بس انا برضو قلقانه. قلقانه قوي يا ماما. قلقانه من ايه تاني يا بنتي؟ اصل في كده علامات رضا وعلامات قبول، والجركن ده لما ضاع يبقى كده فيه رفض. ربنا يستر باللي جاي. اقول لها ايه دي بس يا بنتي؟ احنا مش معانا جركن قد كده ميه زمزم في شنطه العربيه. طيب كفايه. ربنا يبارك في القليل. لو سمحت لو سمحت. بعد اذنك بعد اذنك. عمر تقى فيكي ايه؟ حصل لك ايه؟ ايه ده؟ ايه البتاع اللي في ايدك ده؟ ما تقلقش يا روحي، ده شرخ بسيط. الدكتور قال لي 3 أسابيع وهفك الجبيرة. طب ايه اللي حصل؟ احكولي. والله يا عمر كنا ماشيين بالراحة وفي حالنا، عيل بعجلة ما تفهمش طلع منين، بس الحمد لله توقف اديته في آخر لحظة. يعني انت كويسة؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ميرسي يا سارة. هلا يا حبيبتي. سوري اخرتك معايا. لا لا مفيش حاجه، هقدم لك الاجازه في الجيم. ما تدي زومبا بايد واحده. اكيد لا. خدي الكلاسز بتوعي انت. اي ويل. خدي بالك من نفسك. اوكي باي يا عمر. باي. ممكن افهم بقى العربيه فين دلوقتي؟ لوست حسام خدها على الورشه. لوست حسام. الله، ده بقى معناه ان العربيه اتدشدشت بالكامل صح؟ طب يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ العجلة طلعت من الهوا، فاضطريت افاديها دخلت في صندوق الزبالة. ما كانش لازم اصلا تاخديها تقع. يعني افضل واقفة نص ساعة مش لاقية تاكسي، وبطلب اوبر ما لاقيش، كمان ما اخدش العربية؟ كان عندي كلاس لازم اروح. كلاس؟ انا مش عاوز مبررات واهية. قلت لك 500 مليون ألف مرة العربية دي ما بقتش بتاعتنا. واخدين عربون. كان المفروض ان انا اصلح لراجل التكييف واروح اوديها له. دلوقتي هصلح له ايه ولا ايه بعد ما دشدشتيها حضرتك؟ أنا آسفة، أنا حمارة، أنا غبية، خلاص ارتحت؟ أنت هتهزري؟ مش بهزر، أنا غلطانة أهو يا سيدي وبعترف لك، خلاص؟ لا خلاص تمام، لا طالما اعترفتي خلاص.
وانا الاعتراف ده هعمل بيه ايه؟ اصرفه منين؟ الاعتراف ده هيروح يصلح العربيه لوحده؟ يعني انا دلوقتي اعمل ايه؟ اكلم الراجل اقول له اتفضل عربونك احنا رجعنا في موضوع بيع العربيه، ولا اقول له معلش اصبر عليا عشان مراتي حبيبه قلبي دشدشت لك العربيه فاديني شويه وقت لغايه لما اصلحها لك، مش كده؟ تفتكر هيوافق؟ يلا نروح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عمار الدار. سمعينا زهروتها حاجة وفكي بقى كده حاجة منيرة. بص بص على الشنط تاني، في حاجة تانية غير دول؟ ثلاث شنط وزمزم والهاند باك نادي. استني بس يا بنتي، استنى استنى يا ابني، ما هي بنت في كتفك اهي. بس انا بقى اللي مطيورة وبنسى الحاجات. خلاص بقى يا حاجة ما تقطمنيش وما تفكرنيش. ما تفكركيش ايه؟ ده انت هتقعدي لك حسبة شهر شهر ونص تتحصري على جرك المية التاني اللي ضاع ده. يلا السلام عليكم بقى. السلام عليكم. ايه تعالى بس اقعد هنا شوية ارتاح، اشرب لك كوباية شاي ولا حاجة. اصل انا بيني وبينك يا حاج يعني العيال وحشوني قوي ونفسي كده يعني اخدهم في حضني. منير امسكي فيه. امسك فيه ايه بس يا حاجه؟ ده بيقول لك العيال وحشوني ونفسي اخدهم في حضني، ده انا غالي. سيبيه، روح يا اخويا، روح يا حاج، ربنا ان شاء الله يمنيك فيهم كل اللي تتمناه حلو وتشوفهم في اعلى المراكز ويشحتهم لك من الدنيا قادر كريم. روح. الله يبارك لك يا حاجه منيره. بعدين يا حاجه الشاي والقهوه دولت للغريب، لكن انا صاحب بيت. يلا حد عايز يقول حاجه تانية؟ شكله مفيش. السلام عليكم. حاج خالد. خير يا حاجه منيره؟ لا اله الا الله يا اخويا. محمد رسول الله. السلام عليكم. شفتي يا ماما؟ شفتي البيت؟ كنتي وحشاه وهو كان وحشك، نورتي بيتك يا ست الكل. بيتي ايه وغيطي ايه؟ ايه اللي عملتيه ده؟ بقول لك امسكي فيه، تقولي لي على راحته يا ماما. انت هتنقطيني بهبلك ده؟ اوعي تكوني يا بنت مصدقه انه ملهوف قوي وبيجري كده علشان يروح لعياله اللي وحشوه بالقوي. خلاص بقى يا حاج، يروح زي ما هو عايز يروح. يا بت طب عيني في عينك كده بقى، بعد ما تعودت انه حواليك العشر ايام اللي فاتوا ما تمنيتيش انه يقعد يشرب الشاي ويخش يريح معاكي شويه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه يا ماما اللي بتكلمي بدون ده؟ عيب كده يا ماما. اسود ايه وابيض ايه يا بت؟ عيب. مش جوزك ده حلالك ولا يعني التدين حج وعمره وكلام من ده؟ وبعدين في الاخر يسيبك كده زي البيت الواقف، لا حصلتي متجوزه ولا حصلتي متطلقه. صلي على النبي يا حاج. اللهم صل عليك يا كامل النور. انا هفضي الشنط. روحي روحي فضيهم، اعملي حاجه مفيده في حياتك. يلا يا اختي. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. الواحد لسه راجع من الحج عشان يغسل ذنوبه ولا عشان يبتديها من اول وجديد؟ هما كانوا ثلاث اوض بس انا فتحت الاوضه دي على الريسبشن، اصل انا مش محتاجه في حاجه، انا عندي بنتين. ربنا يخليهم لك يا مدام. يا رب يخليك، يا رب يكرمك. هي الواجهه دي قبلي؟ لا شرقي، والاوض جوه بحري. ده انا لما بفتح الشبابيك الهوا طيار ما اقولكيش، انا ما بفتحش التكييف خالص في الصيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ كمال جوزي. اهلا وسهلا. مدام نهلة، أستاذ فريد اللي جايين بخصوص الإعلان. إعلان إيه؟ إعلان الشقة يا كمال، وإن شاء الله هتبقى من نصيبهم. هي فعلا شقة كويسة بسم الله ما شاء الله، بس على فكرة إحنا دورنا كتير في المنطقة، ويلا اللي فيه الخير يقدمه ربنا. المطلوب بقى مدام؟ المطلوب اللي مكتوب في الإعلان. أنت بتقول إنك لفيت ودورت وشفت، وأنا الحقيقة ما حطيتش السعر غير لما اتأكدت إن هو السعر المظبوط. احنا عارفين ان انت مش مزوده، بس عايزين كلمه حلوه برضه.
والنبي ده انت اللي حلو. والله العظيم ما اقدر انزل ولا حتى جنيه. الفلوس هاخدها من هنا هحطها في شقه تانية. وهتاخده فين ان شاء الله؟ بعد اذنكم انا رايح الحمام. في الشروق، اصل احنا بنحب الحتت البعيده. طيب ممكن بقى نتكلم في المطلوب؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك، اتفضلي. تحبوا تشربوا ايه؟ يعني انت تتخانق معايا قدام الناس كلهم في المستشفى وتزعق لي وتيجي تصالحني انا وانت لوحدنا؟ انت عارف ان انا ما بحبش ازعق لك يا توتو، وما بيهونش عليا زعلك، مع انك ساعات بتعملي حاجات بنت، بس يلا خلاص بقى عشان بحبك بس. هو انا يعني كان قصدي، ما انا خبطت العربيه غصب عني. هنعمل ايه دلوقتي في مصاريف المدرسه؟ هنصلح العربية ازاي وهنبيعها ازاي؟ يا ستي ما تشغليش بالك، هتتدبر هتتحل اكيد. يعني حلو الايس كريم؟ قوي. مبسوطة؟ بحب. ما تجيب بوسة بالايس كريم. بصي هي فكرة حلوة قوي ولذيذة في نفس الوقت، بس حبيبي قلبي احنا في مكان عادي. هنتضرب يا حبيبتي، هنتضرب. طيب ماشي. لا قولي لي العيال فين. فكرتني، عند ماما هخليها تجيبهم على البيت. لا تكلميها ايه؟ انت عاوزه تفهميني ان الشقه دلوقتي فاضيه؟ ايوه. ايوه. طب يلا يا تقى، يلا. يلا ايه؟ يلا. ايدي شايف متكبسه. ما هو ده جديد، نيو ستايل يا بيبي، لازم نخوض التجربه. طب انت مش فاكره لما كانت رجلي متكبسه؟ فاكر. كنت اجنن وانا رجلي متكبسه. يلا يلا يلا. لا 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 اقعد اقعد، خلص الايس كريم ملفوف فيه فلوس كتير. طب يعني على مره واحده بقى، معلقه واحده واديها. طب الحساب. ايوه صح. يا متر الحساب بسرعه لو سمحت، بسرعه. كل الايس كريم. انا خلصت. بينا وبين بعض تليفونات، بس ترد عليا بسرعه لحسن عندي مشتري تاني. ان شاء الله النهارده بالليل يا بكره الصبح بالكتير خالص. نورتونا وشرفتونا، اهلا وسهلا. هو اللي حصل ده بجد؟ انت سايبني قاعده معاهم هنا لوحدي ودخلت قفلت على نفسك الحمام لحد ما يمشوا؟ انت مش كنت قاعده معاهم لوحدك قبل ما اطلع؟ انت مش عملتي الاعلان لوحدك وقابلتي مشترين للشقه لوحدك وقاعدة تتكلمي معاهم فهنبيع فين ونشتري فين لوحدك برضو؟ لوحدي ازاي؟ احنا كنا متفقين ان احنا هنبيع الشقة. احنا كنا متخانقين في بيع الشقة. في اخر خناقة قلت لك خلينا افكر. حولتيها الاتفاق دي امتى بقى؟ امتى؟ انت كنت بتاخدني على قد عقلي عشان اخلص الخناقة. انا مش همشي من هنا. انا مش همشي من هنا يا وفاء. وانا مش عايش هنا يا جمال. الناس جابوا سعر ما تحلمش بيه أزيد من ما تستاهل بخمسين ألف جنيه. أقول لهم لا قليل عشان أنت تبقى البيت جنب الشغل؟ ما أنت عندك عربية. يعني عشان عندي عربية عايزة ترميني في آخر الدنيا؟ آخر الدنيا دي يا أستاذ هيبقى عندنا بدل الشقة اتنين والشروق في الطالع. لو قعدنا سنتين وبعنا شقة واحدة هتجيب لنا نفس فلوس الشقة دي. يا أخي بص لقدام ولو مرة في حياتي. هو انت فالح غير في كده؟ يا تشوح لي بايدك يا تقول يوه. الناس كلها بتتقدم لقدام واحنا بنرجع لورا وما فاضلناش غير يوه. رايح فين؟ هروح اغير وانزل السنتر. عارفه ليه يا وفاء؟ قرف الشغل اهون مليون مره من القرف اللي بشوفه معاك يا وفاء. على فكره الشقة دي مش هتتباع يا وفاء، ولو الناس دول كلموكي قولي لهم مش هنبيعها لأن جوزي رفض. سامعني؟ لأن جوزي رفض. لأن جوزي رفض.
وحياة امك لبيع. سيب الشنطة فتحت الله. هروح انا حج ولا في مشاور تاني النهارده؟ يا ابني بعد اللي انا شايفه ده يستحيل هخرج النهارده. اختفي اختفي. ماشي يا حج. يلا خد الباب وراك. السلام عليكم. سلام. شوشو شقاوة. يا شوشو شقاوة. اوعى الفحم. السلامة يا حاج. وحشتني وحشتني. الله يسلمك يا جميلة. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ بخور وورد وبسبوسة بالقشطة وفتة العيد كمان. احنا ما عيدناش مع بعض. صح ما عيدناش. قطعية الرقبة شايلها لك. هو ده الكلام. تعالي تعالي. خدني جنبك. الله الله. قولي لي ايه الهوس اللي احنا فيه ده؟ انتي مسربة العيال فين؟ العيال عندهم تمارين في النادي لغاية الساعة 10 بالليل. 10 بالليل. شو شو راح علينا. لسه راجع من السفر. انا الحق عليا. انا الحق عليا اللي عايزاك تكمل الحل بتاعك ولا كنش حليته هناك مع منيرة؟ بصراحة حليته. نعم يا بنت. حليت ايه يا مجنونة؟ كان هما بس عاملين برطمان كده مشمش مربة مشمش يعني. خدتلي معلقتين على الماشي بس. اوعى. عيب. منيرة دي زي شقيقتي بالظبط. الله مش بعيد وهي بتحج تكون دعيت لنا وانت ان ربنا يهدي سرنا. وانت بقى دعيتلي بايه؟ انا دعيتلك انك تحلوي اكتر وتصغري اكتر ما بتصغري. يا لهوي. تعالى تعالى. استعنا عشاء بالله. يلا. ايه ده؟ ده مين ده اللي بيتصل؟ مش وقته. لا استني. مش وقته. استني بس. اقفل بقى. اهدي بس. ده برغام. ده رغام المحامي. مش مهم. كانك لسه ما جيتش من السفر. ان الراجل ده ما بيتصلش الا لما بيكون في حاجه مهمه. ياه. الو. الله يسلمك. لسه ما فيش دقيقتين وداخل عتبه البيت. انزل فين يا استاذ؟ بقول لك لسه داخل البيت. طب ما يتأجلش يعني؟ موضوع ايه اللي طب بص، ينفع بس رايح لي ساعتين تلاتة؟ أربعة. أربع ساعات كده وأجي لك على طول. ها؟ طب ما تقول لي بس يعني خير إن شاء الله يعني. خير خير. ها؟ طيب. لا لو كده بقى لازم أنزل أجي لك حالا. ماشي. جاي لك. سلام. سلامة يا أستاذ. جاي له فين؟ طب خد خد. شوي دي الشوشو. بالراحة وفاء. ماما جايبة الحاجات للناس كلها. خدي بالك. وانت مالك انت؟ الحاجة فتحت الشنطة وقالت لي خدي يا وفاء اللي انت عايزاه. خدي يا ملك دي. اسيها جوه يا حبيبتي. روحي. مد ايدك يا حنان وشوفي. فوقي بقى من اللي انت فيه ده يا بنتي وسيبيها على الله. ونعم بالله. أمكم بقت تنسى 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 تنسى. أنا حزينة ومقهورة على جيركن زمزم اللي ضاع ده. أقول لها يا ماما خدي بالك يا ماما خدي بالك، دي شفا وبركة.
برضه مفيش فايدة، ونسيتهم جنبها وقامت. ايه ده؟ يعني انت عايزة تفهميني ان انا نصيبي من مية زمزم الازازة دي بس؟ شفت بقى؟ اديك مستشويهم. انا بقى كنت ناعية هم البصة اللي انا شايفاها في عينيك دلوقتي، بس اعمل ايه؟ والله ما بايدي، انا لو عليا كنت جبت خمس ست جراكن زمزم وكنت اديتكوا خمس ست ازايز مية من دول، ومعاهم كمان رشتين عود من ده، على فكرة ده عود أصلي. آه أصلي صح. لا بس أنا زعلان، أنا زعلان جدا. ده أنا بقالي أيام وليالي بنام وأحلم بمية زمزم اللي أنت هتجيبيها لي، أعمل أنا إيه دلوقتي؟ تعمل أنت إيه دلوقتي ولا؟ ده أنا مربياك يا ولا. أنت بتسرح بيا ولا إيه بالظبط؟ على فكرة أنا عارفة ومتأكدة إن أنت كمان ما بتصليش. يا هرشني يا هرشني يا ولا يا جامد يا ولا. عيب يا حاجة. أهو لقط أهو لقط. يوسف يا عمر وحشتني أوي. هو شايفني؟ آه. يا داليا عاملة إيه يا حبيبتي وحشتيني؟ الحمد لله يا حبيبي كويسة، أنت عامل إيه؟ الحمد لله زي الفل. بقول لك إيه يا ولا؟ اثبت يا ولا ما تفضحناش. بقول لك إيه، أنا مصوت لك ب 200 جنيه ومسيح لك عندي في الشركة، كلهم بيصوتوا لك، اجمد واكسب. أنا قلقانة والنبي ادعوا لي. ها؟ وتقلق ليه يا حبيب أختك؟ هو في مز زيك كده يقلق برضه يا يوسف؟ إلهي يا رب وأنت جاهي وحياة حبيبك المصطفى تتقبل دعايا. يا رب يا رب تسقط في المسابقة يا يوسف يا ابن أمي وأبويا، عشان طريق الشيطان ده يتسد في وشك قادر كريم. منيرة منيرة اسكتي والنبي ما تتعيش خالص أنت. علشان بحبك بدعيلك ان انت ان شاء الله تسقط في المسابقة عشان تبقى